قول لي أحد الأقرباء يقدم لي بعض الهدايا وأحيانا يحضر لي بعض الحاجيات، إلا أني أشك في حرمة أمواله. السؤال: هل يجوز لي الأخذ منه؟ وهل أقوم بالتصدق عن جميع ما أخذته منه؟ الشك لا يحرم الهدية إلا إذا علم أن هذه الهدية من مال حرام، إذا علم هذا فلا يجوز. أما مجرد الشك فالأصل الإباحة والحمد لله.